مرة الملك فاروق جه سوهاج وعايز يزور دير انبا شنودة، لازم انبا بطرس يروح معاه. راح انبا بطرس مع الملك فاروق، وهناك عند باب الدير قال له: شوف يا حضرة الملك، انا رجل كبير ورجلي وجعاني، انا مش قادر لا اطلع معاك ولا حكي، انت تزور براحتك وانا هستناك هنا لغاية ما تنزل. وساب الملك يلف وهو قاعد على الكرسي قدام باب الدير. مين يقدر يعمل الكلام ده يا جماعة؟ الانبا بطرس اللي مدفون وسطينا هنا واحنا مش عارفين قيمته. ده انا لما اتكلم عن انبا بطرس وعظمة انبا بطرس وشجاعة انبا بطرس وارض المدافن اللي في سوهاج، اللي في اخميم اسف، اللي كان الرعاع عاوزين ياخدوها، وهو قال لك انا ما اعرفش ده من الرعاع، راح نزل مصر وجاب منشور من النحاس باشا رئيس الوزراء ونزل وعلقه على باب المطرانية وقال للحكمدار تعالى اقرا، كله ايه؟ كله اتلم. لغاية النهاردة ملكية المدافن بقت ملك المطرانية اخميم، محدش يقدر يجي ناحيتها بموجب المنشور بتاع مين؟ بتاع الانبا بطرس. هقول لكم على حاجة يعني، بس هي يعني سامحوني فيها. في الصف بتاع كنيسة ابو سيفين في اخميم ولد نفسيته وحشة كده، تيجي الصبحية بدري الساعة 5 وقدام باب المطرانية قعد وعمل لمؤاخذة يعني على باب المطرانية، دخلوا قالوا لسيدنا الواد فلان ابن فلان عمل كذا كذا، فرفع سماعة التليفون كلم الحكمدار: يا حضرة الحكمدار، كان نفسي تشرفني النهاردة لكن بقول لك يعني مش هقدر استدعيك. قال له: ليه؟ ده انا اجي اتشرف مقابلتك. قال له: في واحد من العيال عمل عملة على باب المطرانية واحنا قرفانين نشيلها، ابعت حد من عندك يشيلها. قال له: حاضر يا سيدنا. بعت عربية خدت الولد واتحكم عليه بسنة حبس، بس قبل ما يودوه السجن رفعوا التليفون للانبا بطرس قالوا: تحب يا سيدنا نوديه اي سجن؟ اسوان ولا اسيوط ولا التحرير ولا وادي النطرون؟ السجن اللي انت تختاره احنا نوديه. قالوا: لا، خليه في اسيوط عشان اهله يقدروا يزوروه. شديد وحنين، مش كده برضو؟ شديد وحنين. وصدق ولا بد ان ان تصدق. اما عن تقوى الانبا بطرس وقداسته يعوزني الوقت، اقول لكم على حاجة غريبة الشكل. في عيلة في انجلترا، متعودة كل فترة تبعت ندور باسم الانبا بطرس. انا سمعت هذا من ابونا تدرس، يبعتوا ندور وشمع وبخور وأبركة عشان بيطلبوا شفاعة الانبا بطرس، وانبا بطرس بيتمجد معاهم بعجائب وتقوى. محامي في سوهاج هنا قال لي انا، مش قال لحد تاني، قال لي انا، قال يا ابونا القضية التي تستعصى علي وما اقدرش اخد فيها حق ولا باطل، بطلب شفاعة الانبا بطرس واكسبها، لان القضية دي الشفيع بتاعها عايزة شفيع يكون يكون قوي. الانبا بطرس واحد غير مسيحي جاله في يوم من الايام، وكان انبا بطرس عنده حصان، يركب الحصان يلف بيه يزور البلاد ويزور الناس. ففي يوم من الايام جاله الراجل ده وغير مسيحي، قال له: يا سيدنا. قال له: نعم. قال: انا عندي اراضي طين وبيوت وما عنديش عيال، نفسي اخلف ولد. قال له: يا ابن ربنا يديك. قال له: عندي ايمان ان انا اوطي وتدوس على ظهري وتركب الحصان، ولو حصل ده انا هجيب واد. قال له: ماله يا ابني؟ فالراجل وطى، وسيدنا فعلا سمعت القصة دي،
من ابونا باسيليوس رحمات سلاس على روحه الطاهره، وطلع على ظهر الراجل وركب الحصان. السنه اللي بعديها الراجل جه وجايب له ابنه ويقول له ده بركة دعواتك يا سيدنا. انا بقول الكلام ده مش على قديس بعيد، على الراجل اللي عندكم هنا مدفون وسطكم قائم ولستم تعرفونه، شفاعته تكون معانا. انبا بطرس من ضمن المعجزات الكتيرة اثناء تجديد الكنيسة هنا بعد الحرق اللي كان سنة 79، جابوا واحد اسمه الحاج حسن، هو اللي عمل الرخام بتاع الكنيسة دي. والراجل الحاج حسن ده كان اقيم هنا، عطوله اوضة هنا برة حطوله فيها التلاجة وبوتاجاز، وعم حسن قاعد اكل نايم. الى انه في يوم من الايام اتصطف ابونا تدرس ساعة صبحية، قال له يا ابونا، قال له نعم، قال له معلش يشوف لي مكان ابيت فيه غير هنا، انا مش هبات هنا تاني. فابونا تدرس قال له حد ضايقك يا حاج؟ قال له لا. حد زعلك؟ قال له لا. السرير مش مريح؟ قال له لا. حد يعني نغص عليك؟ قال لك كلمة يعني جرح احاسيسك؟ قال له لا. قال له امال ايه؟ قال له الجسيس اللي عندكم ابو عمة تخينة وماسك شومة سودة بيطلع الساعة 3 يلف في الكنيسة. قال له الجسيس، فابونا تدرس ايه؟ عرف. قال له على اي حال براحتك يا حاج. حجز له في فندق هنا في سوهاج، والراجل بقى يشرف على كل الشغل. ولما قرب المزار يخلص علقوا صورة للانبا ايه؟ بطرس. ولما شاف عم حسن قال له ها هو ده الراجل اللي كان بيلف الايه؟ الكنيسة. ما انا قلت وسطكم قائم لستم ايه؟ تعرفونه. يظهر ان الشيخ البعيد ايه؟ بات. علاء ده الانبا بطرس وسطينا، وهو سمعنا دلوقتي. وانا عايز اقول يعني كتير قوي 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 ربنا بيتمجد بمعجزات وطلب شفاعة القديس الانبا بطرس. كفاية ان ربنا بعد حوالي 40 سنة يبرر صورته ويرفع راسه بعد حوالي 40 سنة. لما حادث 79 الله لعدها لما اتحرقت الكنيسة، وبدا سيدنا انبا باخوم يجدد الكنيسة هنا، واخدها مرحلة مرحلة لغاية ما وصل للمزار كان هنا الناحية دي، وكان ينزلوا له لتحت مش كده برضو، وكان عليه مسبح اسمه البطرسية، المسبح البطرسي. هم قالوا بطرس خاتم الشهداء، لكن هو معمول الانبا بطرس ايه؟ المتنيح. فما كان منهم طبعا فاكرين الصندوق فيه شوية عظم، ففتحوا المنامة في وجود سيدنا، وقال اتنين ينزلوا يطلعوا صندوق المتنيح. الصندوق بتاع انبا بطرس كان متحمل على كمر تحت في المنامة في الهوا كده. فنزلوا اتنين يحاولوا يرفعوا الصندوق مش قادرين، طلعوا سيدنا مش قادرين. طب ينزلوا اتنين معاهم بقوا 4، قالوا صعب. نزل جيش بريطاني شالوا الصندوق وطلعوه، والصندوق تقيل جدا. انا سمعت هذا الكلام من سيدنا. المهم يعني ايه الحكاية؟ قالوا يا سيدنا خاطر ربنا نفتح الايه؟ الصندوق. يتحايلوا على الانبا باخوم. انبا باخوم قال لهم لا، انا ما اقدرش، انا اسقف وهو مطران، هاتوا مطران زيه يدي الحل عشان يبقوا ناس قد بعض. يا سيدنا هديك يرضيك؟ لا. فراحوا جابوا الانبا مينا مطران جرجة. انبا مينا ضرب مطانية قدام الصندوق وقال حالنا يا انبا بطرس، احنا مش هنكشف على سر ولا حاجة، لكن بس يا انبا بطرس هنفتح ناخد بركتك ونقفل على طول. فتحوا الصندوق وكانت المفاجأة. انبا بطرس من 38 سنة وقتها، ضيف عليها من 79 قول 80، النهاردة 30 سنة يبقى 68 سنة. فتحوا الصندوق لقوا العمة السودة بتاعته بتهف وتشف، لقوا الشراب بتاعه حتى نزلوا حتة من الشراب، لقوا مطرح الاستك معلم في ايه؟ في رجليه، عصايته على كتفه نايم. بكى انبا مينا مطران جرجة، قال له ارتاح يا انبا بطرس ارتاح، كل اللي ظلموك خدوا جزائهم،
كل اللي ظلموك خدوا دفعوا الثمن. حللنا وذكرنا وطى انبا مينا باس ايد سيدنا انبا بطرس، وطى الانبا بخون باس ايد وصليب سيدنا الانبا بطرس، وقفلوا الصندوق وخدوا بركته. انبا بطرس عاش في سوهاج متهما، ولكنه كان المتهم البريء.